نعم إيمان، كان بوريس جونسون قد ترأس اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ في مجلس الوزراء البريطاني المعروفة باسم كوبرا، وبعدها صدر القرار بشأن تعزيز أو رفع مستوى التأهب الأمني إلى المستوى الرابع، وهو قبل الأخير من درجات التأهب الأمني في بريطانيا، وذلك بعد أن مر شهر واحد على حادثة استهداف النائب المحافظ في تجمع انتخابي كان يقيمه في دائرته الانتخابية. حادث ليفربول يوم أمس يعتبر الحادث الثاني خلال شهر واحد، ولهذا قررت الحكومة أن تتجه إلى رفع درجة التأهب الأمني، ومعناها أن حدوث هجوم إرهابي عمل بات أمرا ممكنا ويمكن أن يحدث في أي لحظة. ولكن لابد أن نشير إيمان إلى حقيقتين مهمتين. الحادث الأول الذي وقع قبل شهر، رغم أنه صنف حديثا إرهابيا، فلم تكشف الشرطة حتى هذه اللحظة عن دوافعه الحقيقية وعن مدى الانتماء التنظيمي لمنفذه، رغم أنه من أصول صومالية. الحادث الذي وقع يوم أمس أيضا، رغم تصنيفه كحادث إرهابي، فأيضا الشرطة تقول حتى هذه اللحظة إن دوافع الهجوم غير معروفة، وإنها رغم أنها تعرف هوية منفذ الهجوم فإنها لا تستطيع الكشف عنه، وإن التحقيقات مستمرة حتى هذه اللحظة، رغم أنها اعتقلت 4 أشخاص وفتشت منزلين في ليفربول. طيب أشرف، أشرف، هل هذا معناه أنه فقط هو هجوم هناك يعني البحث عن خلايا أو ربما التنظيم قد يقف وراء هذا الانفجار؟ أيضا أعود معك لمستوى رفع أو لمسألة رفع مستوى التهديد. الآن بتنا في مسألة تشديد، ما انعكست هذا على أرض الواقع بالنسبة للمواطنين؟ هل هذا يعني انتشار أكثر بالنسبة لقوى الأمن؟ أولا بالنسبة للبحث عن خلايا، فهذا أمر مستمر طوال الوقت. الشرطة البريطانية تبحث دائما عن من يحضرون لشن هجمات إرهابية، وهي تقول إنهم موجودون طوال الوقت في الشوارع البريطانية. أما عن رفع مستوى التأهب الأمني فهو بالفعل يعني المزيد من الحضور الشرطي والحضور الأمني في الشوارع البريطانية، ولكن رسالة الحكومة دائما للمواطنين أن استمروا في مزاولة حياتكم الطبيعية واستمروا في مزاولة كل أنشطتكم، ولكن مع درجة من الحذر والحيطة، بمعنى أنكم إذا رأيتم أمرا يشتبه فيه أو أمرا غريبا عليكم بسرعة تبليغ الشرطة بذلك الأمر. نحن الآن ربما تشاهدين خلفي إيمان في أكسفورد في السيركس، أحد أكبر المناطق التجمعية أو أكثر التجمعات المواطنين في بريطانيا، أكبر شوارع التسوق شارع أكسفورد وشارع ريجنت، الشارعان اللذان يقصدهما المئات وربما الآلاف يوميا، سواء من البريطانيين أو من السياح، والحركة تتم بشكل طبيعي، والوجود الشرطي حتى هذه اللحظة عادي. لا أستطيع أن أتحدث عن وجود مكثف للشرطة، ولكن ربما يتغير هذا خلال الساعات المقبلة. أيضا لابد أن نشير إيمان إلى أن الشرطة، أن الحكومة البريطانية رفعت درجة التأهب الأمني إلى المستوى الرابع عندما وقعت عدة هجمات إرهابية في أوروبا قبل عدة أشهر، ثم عادت وخفضته إلى المستوى الثالث قبل شهرين تقريبا، وتعود مرة أخرى لرفعه. قد يكون هذا في إطار درجات التأهب العادية، وليس في يعني وليس في أن هناك معلومات استخبارية تشير إلى احتمال حدوث هجوم إرهابي وشيك أو قريب حتى هذه اللحظة. نعم، شكرا جزيلا لك أشرف سعد مراسلنا من لندن.